بدوي بحاسة سادسة، ما قصة خميس بن رمثان الذي اكتشف كنزا لم ينضب حتى الآن فغير تاريخ السعودية للأبد؟ خميس بن رمثان، بوصلة الصحراء السعودية التي لا تخطئ. تميز العرب بنوع من الفراسة أكسبتهم إياها قسوة الصحراء الخالية. يحكي أجدادنا عن رجال ذوي قدرات خارقة كانوا يعرفون تفاصيل في الطبيعة لا تخطر على بال أكبر العلماء حاملي الأجهزة، من أبرزهم رجل أبي عربي اسمه خميس بن رمثان العجمي، المولود في مدينة الأحساء، وقد اشتهر بمعرفته التامة بالصحراء ومسالكها وكل شبر فيها. وارتبط من ناحية أخرى باسم الجيولوجي الأمريكي ماكس ستانكي الذي وصل إلى السعودية عام 1934، كان منتدباً من قبل شركة سوكال التي حملت فيما بعد اسم كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل قبل أن تعرف باسم أرامكو. حصلت هذه الشركة في 29 من مايو أيار عام 1933 على امتياز التنقيب عن النفط في شرقي السعودية. كانت العلاقة بين ابن رمثان والأرض علاقة عشق، فهي لا تبخل على عاشقها بكشف غامض أسرارها. برع ابن رمثان في معرفة الأرض كثيراً، ما جعل الحكومة السعودية تستعين به، فأصبح ملازماً لأعمال التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. صمم على مواصلة الحفر في منطقة تكاد تكون جيولوجياً معدومة الأمل في الحصول على قطرة زيت واحدة. وأخيراً، وبعد عامين اثنين مرهقين من البحث والتنقيب، وابن رمثان يجلس على تل رملي وينظر إلى الأرض يعاتب صحراء، إذا بالبئر رقم 7 في الدمام تتفجر ويتدفق منها نهر عظيم من النفط في مارس آذار عام 1938. ابن رمثان وماكس ستانكي كونا فريق عمل متجانسا ومتفاهما أدى إلى الوصول إلى الزيت في مناطق عدة من السعودية. واستمر ابن رمثان في العمل مع شركة أرامكو، عين رسمياً دليلاً مع فريق البحث عن التنقيب وذاع صيته. أصبح الباحثون الأمريكيون يثقون كثيراً برأيه وحنكته. أصبحت فراسته مثل المعادلات الرياضية التي لا يمكن أن تخطئ أبداً. وفي عام 1974 أطلقت شركة أرامكو اسم رمثان على أحد الحقول تقديراً له. قال عنه الجيولوجي توماس بارجر في كتابه تحت القبة الزرقاء في الصحراء: لا يتوه خميس أبداً، لأنه بالإضافة إلى حاسته السادسة وهي نوع من البوصلة الدفينة التي لا تخطئ، كان لديه ذاكرة مدهشة تمكنه من تذكر دغلة التي كان قد مر بها وهو شاب، أو اتجاه موقع بئر سمع عنه قبل 10 سنوات. لم يأتي أحد مثله، وظل اسمه حتى الآن يتردد كأسطورة سعودية.